وسهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين هنو، والنهارده ان شاء الله بنكمل مع بعض قطع الخروف. النهارده ان شاء الله هنطبخ مع بعض الموزه وكمان الرقبه، والاثنين دول بيحتاجوا وقت طويل في الطبخ وبيقعدوا على النار، تكون نار هاديه الاول. طبعا بنحمرهم بعد كده نار هاديه لمده 3 ساعات او لحد ما اللحمه تبقى تقريبا بتقع خلاص من على العظم. اول وصفه هتكون الموزه. عندنا 3 موزه ضاني مخليه، 2 معلقه كبيره زيت زيتون، 1 بصله مفرومه ناعم، ربع معلقه صغيره ملح، 2 معلقه كبيره صلصه طماطم، 2 معلقه كبيره هريسه، 2 فص ثوم مفروم، 1 معلقه صغيره كزبره مطحونه، نص معلقه صغيره كمون، نص معلقه صغيره قرفه، نص معلقه صغيره شطه، 1 كوب ضاني مرقه ضاني. عندنا 1 كانز مكعبات، 1 معلقه كبيره مستارده بالحبوب، 2 ورق لورو، 1 كوب تين مجفف مقطع انصاف، 2 معلقه كبيره عسل، 2 معلقه كبيره نعناع مفروم، وربع كوب كزبره مفروم. بالنسبه للرقبه هيكون عندنا الرقبه الضاني، قطعناها 4 قطع مع بعض، 2 معلقه كبيره زيت زيتون، 1 بصله مفرومه خشن، 2 معلقه كبيره صلصه طماطم، 1 لتر مرقه ضاني، 3 فصوص ثوم، 1 معلقه صغيره ملح، 2 جزر مكعبات، 1 كرفس مكعبات، ربع كوب بقدونس مفروم، 2 ورق لورو، 3 عود روزماري، فلفل اسود وجبنه رومي للتقديم. اوكي، هنبتدي بالاثنين مع بعض. هنحطهم على النار ونحط زيت علشان نبتدي نحمر الموزة والرقبة. أحط شوية زيت زيتون في كل حلة. وأول الزيت ما يسخن هحمر الموزة والرقبة. ودلوقتي هاخد الموزة عندنا 3 موزات لان احنا سيبنا واحدة في الفخدة بتاعت اللي سبناها فخدة كاملة بالعظم. وابتدي برضو اجيب الرقبة نحمرهم مع بعض. متهيألي هحتاج طاسة عشان احمر الرقبة كويس الاول، او اشوف كده. عايزين نحمرها نديها لون بني حل، ده بيديها طعم حلو قوي، لان طبعا السكر اللي في اللحمه اللي هو طبعا الانسولين بيدي في الكرمله بيدي طعم احلى بكتير من لما بتبقى اللحمه بيضة. احط الرقبه كده. الموزة
والرقبة اتحمروا. الموزة هشيلها احطها في الصينية هنا، وعلى طول احط البصل، والرقبة هاخدها احطها في الحلة اللي هي هتطبخ فيها بعد كده. وهنا برضو هحط البصل. للرقبة هحط الثوم، الزحيح، الجزر، الكرفس والصلصة. علشان عايزة الصلصة تتخلص من الحموضة بتاعتها، لما بنسيبها على النار دقيقتين ثلاثة كده ما بتبقاش الحموضة بتاعتها جامدة زي لو ما حمرناهاش. ونفس الحكاية هحط هنا، وهحط الهريسة، الثوم، وأقلبهم مع بعض. ودلوقتي بالنسبة للموزة هحط كل البهارات، ملح، وممكن احط برضو شوية فلفل، واقلبها. دلوقتي احط الطماطم، المستردة، العسل، ورق اللورو، والتين. نقلبهم تقليبتين. ونحط المرقة. التقلية هتحتاج شوية مرقة زيادة، هحط شوية كمان. اوكي. ونسيبها على النار لحد ما تبتدي تغلي. ومع المقادير دي ابتدي احط ورق اللورو والأعشاب، أقلبهم تقليبا، وأجيب الرقبة أحط عليها كل ده، وأحط عليها المرقة. ودلوقتي أرجع الموزة للخليط ده، وهنغطيهم وهنسيبهم الاثنين على نار هادية لمدة حوالي 3 ساعات. فنطلع فاصل وبعد كده نشوف التقديم بتاع الوصفتين دول مع بعض. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا تاني بعد الفاصل علشان نكمل الرقبة وكمان الموزة اللي عملناها.
الرقبة والموزة بقالهم على النار دلوقتي حوالي 3 ساعات. الموزة خلاص جاهزة، ناخدها ونبتدي نغرفها. زي ما احنا شايفين اتشربت المرقة بتاعتها على الآخر، وخلاص تقريبا اللحم بيقع من على العظم. ناخدها ونشيلها. زي ما احنا شايفين اللحم واقع لوحده. واخد لون حلو من الصوص، ونبتدي دلوقتي نحط عليها من الصوص اللي هو كان فيه التين. وطبعا بقية التين وبقية اللحم اللي وقع في الحلة كله هنحطه فوق بعض. نحط او نرش يعني عليها البقدونس والنعناع. نحط ورد حواليها. وبكده نكون جهزنا أول طبق. الرقبة برضو مش مستحملة خالص. حط عليها الجبنة. وهندخلها الفرن يدوب بس الجبنة تسيح. وهنصفي الصوص. أو الحقيقة مش هصفي الصوص لأن شكله حلو والخضار اللي فيه هيبقى حلو، فمش هصفيه. نشيل بس ورق اللورو اللي فيه. وأول الجبنة ما تسيح نقدم نقدم الرقبة، وأبتدي أحط الصوص على الرز. والجبنة خلاص ابتدت تسيح. و
ممكن اخد دلوقتي الرقبة نحطها فوق الرز والصوص. نرش عليهم البقدونس. ونجيب ورد نحطه في النص. ونحط فوقه طماطم. وبكده نكون جهزنا الطبق الثاني كمان. يبقى احنا كده خلصنا حلقة النهاردة. عملنا فيها موز، كان عندنا 3 موزات من الخروف، عملناها بطريقة تسوية بطيئة على النار من فوق، ونفس الحكاية في الرقبة عملناها بطريقة تسوية برضو على نار هادية لمدة 3 ساعات كل واحدة فيهم. ويا رب الوصفات تكون عجبتكم، وأشوفكم في الحلقة الجاية على خيرة الله إن شاء الله.